بالمناسبه، ويمكن على كلام استاذ مازن ابو جزر على ادخال المساعدات، واحنا بنتفق انه الدواء قبل الغذاء ايضا، الحقيقه قدرنا ان احنا نوصل 11,000 طن مساعدات غذائيه منذ بدء الحرب على غزه. وخليني بس اقول لك حاجه بسيطه، انه مصر كانت بدات بالفعل عمليه اغاثه غزه من اللحظات الاولى لطوفان الاقصى 7 اكتوبر 2023. مصر لم تتاخر يوم، بدات على طول العمليات التطوعيه، بدا على طول تجهيز المتطوعين، تجهيز المواد الاغاثيه سواء اذا كانت دواء او غذاء او ملابس او بطاطين او اي مهمات اغاثيه اخرى، وشحنها على العربيات والتريلات حتى تصل الى العريش ومنها الى منفذ رفح الذي لم يغلق ساعه. معانا على التليفون الدكتور هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وطبعا عضو التحالف الوطني. أهلا بك يا دكتور، ويعني تحياتنا من قلبنا كلنا على الدور العظيم اللي بتقوموا بيه في التحالف وطبعا صناع الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعيد إن أنا مع حضرتك، وبشكرك يعني على المقدمة دي. الشكر. العفو خالص، لا شكر على واجب، ده انتوا اللي تشكروا على اللي بتقوموا بيه. ومهم عندي ان احنا نلقي المزيد من الضوء عبر حضرتك على ما يتم حتى هذه اللحظة في إيصال الإغاثات أو المواد الإغاثية إلى أهالينا في غزة فلسطين المحتلة. يمكن زي ما حضرتك أشرت فعلا، الحمد لله يمكن التحالف الوطني كمية المساعدات اللي راحت لقطاع غزة الحمد لله أعدادها كبيرة جدا، سواء مواد غذائية أو بطاطين أو خيم أو أدوية طبية أو أجهزة طبية، ويعني الحمد لله أعداد كبيرة جدا، أطنان من المياه اللي احنا وديناها الحمد لله، ودينا كميات كبيرة. يمكن أنا عايز أقول لحضرتك خبر، يمكن لسه طالع حالا من اجتماع من التحالف الوطني، إن شاء الله بكرة بس هنطلع 500 تريلا. الله أكبر. وده يمكن ان شاء الله في احتفاليه هتبقى كبيره في استاد القاهره بكره، لسه ما حدش يعرف الموضوع ده، وهيحضره السيد الرئيس بنفسه لاكبر عدد قافله او اكبر عدد شاحنات طالعه بكره ان شاء الله لاهالينا في قطاع غزه. وان شاء الله ابتداء من يوم السبت يوميا هنطلع 200 عربيه او 200 تريلا هيطلعوا من التحالف الوطني. فالحمد لله المجتمع الاهلي في مصر عامل دور كبير جدا، وبجد يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا فعلا ما بننامش الفتره دي خالص بسبب ان احنا بنجهز مساعدات. بشكر جدا كل الشركاء اللي معانا، سواء شركات مصريه او بنوك مصريه او حتى الشعب المصري كله، لان كلهم بصراحه الدعم اللي هم عاملينه معانا والتبرعات بجد حاجه كبيره جدا وملحمه، يعني انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه، مع اني بشتغل في العمل الاهلي بقالي 25 سنه، بس بجد الفترة دي فترة يعني هي دي مصر، يعني هي دي مصر دايما اللي بتعمله، او ده الدور اللي احنا لازم نقوم بيه. ويمكن حتى يعني عايز كمان اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الضغط اللي بيعمله، ان الحاجة دي ازاي تدخل وتدخل يوميا، وان حتى الوقود اللي مصر دخلته ان احنا قدرنا ان احنا الحمد لله ندخل وقود لقطاع غزة. فكل اللي بيحصل ده من كل الدولة المصرية بجد شيء عظيم، يعني فعلا مما لا شك شيء عظيم. ويمكن بقدر ما كانت هذه الأزمة ولا زالت الحقيقة أزمة مؤلمة جدا يعني، لكن الحقيقة أنها أبرزت دور التحالف الوطني والمنظمات الأهلية المصرية في أنها ليست فقط قاصرة على الدخل المصري، وإنما امتد دورها إقليميا لإغاثة يمكن الفلسطينيين زي ما احنا شايفين، ويمكن زي ما العالم كله شاف، والدور السياسي العظيم اللي لعبه فخامة الرئيس لأجل إنفاذ هذه المساعدات إلى داخل القطاع بيعني الكثير، بل يعني جهود كانت تبدو مستحيلة في نظر البعض، لكن الحمد لله مصر أداه وقدود. أنا بشكرك جدا دكتور هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني.